شريف. هلا بالحبيب. شو اخباركم؟ كيف الحال؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله حياكم. تاخرت علينا بيد الله. ما عليكم ما عليكم ما بعدنا يلا. هاي جود مورنينج. هاو يو؟ هلو. حاطين على الستايل هذا الشكل. محمد شو رايك؟ حتى هالصوب بعد مسوين الصور الخارجيه هني اكثر. سمينا حائط الوالد المؤسس الشيخ زايد يعطيهم العافيه صراحه جزاهم الله خير. لا صراحه مبادره طيبه. الشيخ زايد العافيه. اليانا من اجمل الصور بعد لو تلاحظ انه من ثقيل افضل واجمل الصور اللي مو في كل حد من دولتنا. يلا بسم الله. يا بسم الله. Arabian Tea House. في هذا المكان الذي فيه رائحة الأجداد والآباء في حي الفهدي حيث سكنهم في الماضي على خور دبي أصبح أجمل الأماكن السياحية التي يرتادها السياح والمقيمون في الدولة. شو شباب عيبكم الاكل؟ صباح بالاخر. بالعافيه ما قصر صراحه. والله اختيار موفق يا وليد. الله يقويك. حاضرين. هني. اذا اعزائي المشاهدين كما تابعتوا المكان صراحه ولا غلطه، نحن استمتعنا في هذا المكان، ننصحكم انكم تجون تجربونه وننصحك انت بعد يا رحاب تجين تجربين هذا المكان.